بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزلف اللون، بيانفوني سور لا شان ميليسا كاهنه. اليوم ان شاء الله حندير معكم وصفه كريم كراميل. بزاف اللي طلبوا مني وصفه كريم كراميل، انا كنت عملتها في بدايات القناه اللي حطيتها بعنوان كريم غونفيرسي، لانه هي ستون كريم غونفيرسي. برك الناس يقولوا لها كريم كراميل، علاش؟ باسكو سي اون سورت دو كريم باتيسيير اللي نزيدوا لها الكراميل، يعني كريم باتيسيير عندها انواع متعدده، كما كريم برولي، كما هذه كريم غونفيرسي. هذه يعني تدخل في انواع الكريمات اللي يكون البيض فيها يطيب، يعني داخل الحليب. اليوم ان شاء الله حندير لكم الوصفه باختصار، راني نفهمها لكم ونحاول على قد ما نقدر انه تكون الوصفه يعني مختصره. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا، انا حنخدم ب 1 لتر دو لي، لانه كريم غونفيرسي عندي في البيت يعني ما تبقاش، لهذا نص لتر ما تكفيش. نتوما اذا حبيتوا تخدموا بنص لتر حين تقسموا كامل المقادير اللي نعطيها لكم، والا تخدموا بليتر كيما راح نخدم هنا. هاد اللتر تاع الحليب راح نحطو يسخن فوق النار. الوغ الحاجه الاولى اللي نديرها، الحليب حطيته يسخن يسخن وماشي يغلي، لانه لازم كي نحطوا له البيض ما يكونش يعني يغلي بزاف. الوغ نضربهم بيان سور بالصبر. عندي هنا كاس فيه 200 غرام تاع السكر، 200 غرام دو سكر، نخلطهم مع هاد البيض ونزيد لهم اكيد لافاني. هاولك نحط عليها شويه تاع هاد الحليب ونزيد نخلط بسرعه، القصد اني ما نخليش البيض يغلي في الحليب، جوست يعني ما تخلوش يغلي. هذا ما كان الحليب لازم يكون دافي، جوست دافي. فوالا، ونعاود نخلط كامل الباقيه فوق الحليب ونكمل نحرك فوق النار. هكذا نكمل نحرك مليح. ودركا راح نخدم لو كراميل تاعنا، اللي هو كيما راكم تشوفوا هنا عندي كاس سكر، يعني 200 غرام تاع لو سكر، حنحطهم فوق النار نخليه يتكرمل، ما نحركو ما نحوس عليه حتى يبدا يخرج الكراميل تاعو، يعني السكر يتحرق باسكو كاراميليزي. شو نحطو في النار ونخليه. قولي هي اون بيتيت كونتيتي تاع لافاني، صدقوني كراميل بلا فاني حاجة واحدة أخرى. فوالا، شوفوا الكراميل تاعنا كيفاش داب كامل. هنا كيما راكو تشوفوا نزيد له 4 مغصو تاع الشوكولا. هذه هي الذوق الهايل اللي نعطيه لكم في هاد كريم غونفيرسي. كريم غونفيرسي او كراميل او شوكولا، من اروع 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 ما يكون. جربوا وتشوفوا وحكموا. فوالا هاي ليك دوكا، هاي دابت الشوكولا. نروح نفرخها في الاكواب اللي حنحطوا فيها كراميل تاعنا. لهذا احنا نحطوا الماء في حمام مائي، يعني هنا في الصحن تاعكم تحطوا له الماء باش يخفض لنا هذيك الحراره، باش البيض يطيب بالعقل ويعني يجينا شباب. كما قلت لكم راح ياخذ وقت كبير في الفوق، يعني حوالي ساعه ساعه وربع، لانه النار تكون ناقصه، يعني ديروه المينيموم، ديروه حوالي 180 درجه وارفعوه الفوق وخلوه يطيب في غردو، ما تقلقوش عليه حتى كي تشوفوه نشف بدا يتحمر تجبدوه وتخلوه. لما يبرد نجوزو عليه بلو كوتو ونقلبو لو بو تاعنا باش تولي عندنا اون كريم كونفيرسي. انا ندخلهم نطيبو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الوغ ميديساتي كيما راكم تشوفو كريم كراميل تاعنا هاوليك راهو واجد. لما طاب
يعني هو حيدكم في لافلو فوق، تشوفوا كامل لي باغوا تاعو تحمروا، يبدا يدير احمرار يعني لا كولور تاعو تولي دوغي من الفوق، طفيو عليه خلوه يقعد شويه في الفوق، لانه لما تخرجوه راح يهبط، يعني ما تخافوش كي تشوفوه يعاود يهبط، سي تو تافي نورمال، هو يدكم في لاكي يكون في الفوق كي تجبدوه يعاود يهبط، غير يبرد نحوه من هذاك لو بان ماري ويبرد نديروه في الثلاجه، لازم يبرد على الاقل زوج سوايع ثلاثه. ودركا رايحين فوالا هاوليك كريم كراميل تاعنا، ولا لا كريم رونفيرسي، راكو تشوفو هاديك لا كوش لي تخرج لنا، هادي كامل كراميل بالشوكولا كيما شفتو، هايليك كريم كراميل تاعنا من اروع اروع ما يكون، وشوفو الكراميل شحال يجي بنين، سورتو كي راهو بلوكو تاع الشوكولا. قد ما نحكي لكم على اللوكو تاعو ما يكفيش، هاوليك شوفوا كامل هاد الكراميل اللي تحصلنا عليها، وهاوليك كيفاش يجي من داخل فوالا. انا هادي كي تغفي صحتكم، ونقولكم جربوا الوصفه، كانت هذه وصفه كريم رونفيرسي ولا كريم كراميل او غو دو كراميل اي شوكولا. نتمنى ان شاء الله انه تعجبكم لا فيديو تاع اليوم، ونقولكم صحه فطوركم، صحه سحوركم، وسلام.